بكم مشاهدينا في القسم الثاني من البرنامج، نخصص لآخر التطورات الميدانية والسياسية في الشرق الأوسط. يسعدنا كثيرا أن تنضم إلينا من بيت لحم الدكتورة تمارة حداد، وهي أستاذة وباحثة في الشؤون السياسية. أهلا وسهلا بك دكتورة معنا. كما يسعدنا كثيرا أن ينضم إلينا من بيروت الأستاذ مارسيل بالوكجي، وهو عميد ركن متقاعد خبير عسكري واستراتيجي. أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك يا سيدة تمارة حداد، استمعنا إلى كل التصريحات التي تتحدث عن إمكانية أن ترد إسرائيل وبقوة على إيران، ماذا تتوقعين دكتورة تمارة؟ تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة وضيفك بين الإسرائيلي، وهذا الاجتماع نما عن قرار متمثلا بالرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الذي حدث قبل عدة أيام. فبالتالي إسرائيل هي مصممة على الرد وهي تحتفظ بحقها في الرد، وهناك تقاطع أمريكي إسرائيلي بعملية الرد، لكن حتى هذه اللحظة في عملية الرد سوف يكون بشكل مفاجئ، وباعتقادي سوف يكون ردا عميقا، لن يكون هنا ردا ضعيفا. وباعتقادي أن الإسرائيلي يؤدي نوعا ما من إعادة الردع، نظرا أن الواقع الإسرائيلي رد الواقع الإيراني رد على الإسرائيليون، وبالتالي هذا الأمر يحتم على الإسرائيلي عملية الرد. وباعتقادي أن الإسرائيليون باتوا ينظرون إلى أكثر من موقع، سواء كان المواقع العسكرية في داخل إيران أو المواقع النووية أو المنشآت النووية، ولكن عملية الضرب الإسرائيلي على المرافقة النووية الإيرانية تحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي، بمعنى أن أمريكا حتى هذه اللحظة هي صحيح أنها معنية بعملية تقليل أو تقويض البرنامج النووي الإيراني، ولكن هذا الأمر بحاجة إلى عملية ضبط ما يسمى الحسابات حتى لا تنزلق المنطقة إلى حرب إقليمية أو حرب شاملة. وباعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة غير معنية بالانطلاق لحرب إقليمية لانشغالها في المعركة الانتخابية، هذا من جانب. الجانب الآخر، الإيرانيين أيضا غير معنيون بعمليات الوصول إلى الحرب الإقليمية والشاملة. الهجوم الإيراني على إسرائيل كان هو رسالة سياسية وأمنية عسكرية، لكن ليس لها علاقة بالدخول إلى حرب إقليمية وشامل. وأعتقد إيران بضربتها يوم أمس أو قبل يومين بضربتها الهجوم الإيراني على إسرائيل هي تؤدي نتائج غير معنية إلى الدخول حرب إقليمية أو شامل، ولكن إسرائيل سوف ترد، وهذا الرد سوف يعني سوف يكون خلال الأيام القادمة، وأتوقع أنها سوف يحدث هذا الرد سواء كان في الداخل الإيراني أو حتى على المواقع المتمثلة بالأذرع المقاومة. طيب سيدة العميد، أهلا بك معنا. كيف هو التصعيد الآن في الجبهة اللبنانية، وكيف يبدو لك قتال أعضاء حزب الله هذه المرة، وفي ماذا يختلف أسلوب القتال عن المقاومة في غزة؟ مساء الخير لضيوفك الكرام، مساء الخير للمشاهد. الوضع بلبنان مختلف كليا بالقتال بالنسبة لجنوب لبنان وعن حرب تموز. أول شيء القتال عم بيكون على الحدود. بالمرة الماضية كان القتال تأخيري، ضربوا بيت العدو، ضربوا مجنبي، ما ضربوا بالواجهة. هلأ ناشر هيدي في عدة مؤشرات للحزب الله أنه بعد القيادة والسيطرة بعدها موجودة. أول شيء حاطت على الحدود مسالح قبل الجهاز الدفاعي لا يعمل تماس مع قوات الاستطلاع العدوية. العدو عم بجرب يحدد أماكن صواريخ حزب الله القصيرة، صواريخ الكورنيت والماس هي عم تشكل تحدي لإسرائيل وما عم بتخليها تقدر تتقدم تتوغل بجنوب اللبناني. وهلأ إسرائيل بعدها أمام خيارات، يمكن عم تعمل تماس مع إسرائيل، إسرائيل عم تعمل تماس مع لبنان، ما بدها تفوت هلأ، عم تخلص صندوق الأهداف وعم تحدد أماكن تواجد وتمركز الحزب والأنفاق والصواريخ إطلاقها من وين. مؤخر هجوم خاصة الكتلة اللي عم بيروحوا من الجيش الإسرائيلي هيدي بتعطي مؤشرات كثيرة إنه تصعيدية والقتال مؤخر بريا، لأنه بعد قيادة والسيطرة لحزب الله عم تعطي مؤشر قوي، بعده مسيطر على عناصره، بعده جهوزية تامة وكل القوى بفعالية. طيب
أعود إليك. الفرق بين غزة ولبنان، لبنان طبيعته بتفرض تقدم محاور معين مفروض على العدو المتقدم، بينما بغزة هل جرى، عفوا سيدة العميد، هل جرى تطويع الأرض في لبنان منذ 2006؟ عفوا أول كلمة، شو السؤال؟ سألتك عن تطويع الجغرافيا، هل جرى تغيير الجغرافيا بطريقة يتمكن بها أعضاء حزب الله من مواجهة إسرائيل بطريقة أفضل مقارنة ب18 سنة ماضت؟ ايه بالطبيعي من 2006 لهلا تغير الطبيعة. أول شيء كل مراكز حزب الله تحت الأرض، وكلها منتشرة تحت الأرض ومحصنة، وطريقة القتال عم بيقاتلها غير بالقبل، تركهم ليفوتوا لجوا وبلش يضرب مجرم، هلا عم بيقاتل من مراكز اول الحدود اوليا. واسرائيل غيرت اسلوبها القتالي، كان يتكل حزب الله مثل وادي الحجار يعمل مزرعه بالدبابات. هلا حزب الجيش الاسرائيلي يتقدم بالمشاة امامه جنب جنب مع المدرعات، وعم بيتكل ليعمل انزالات بالمظلين بما وراء الحدود، خاصه يمسك محاور تقدم مثلا مناورة، ياخذ جبل صافي او هيدا وينزل من البحر، ما بقى مستعد الاسرائيلي ينزل بالتقدم من الناقورة لانه عنده قوات بحرية، بعد ما تزود بساعر 6 صار بيأمن له قدرات يقطع القطاع ويعمل ابرار بين صور وصيدا. فبالتالي تغير كثير بالنسبة للاسرائيلي طريقة ومحاور التقدم، وطريقة بالدفاع الحزب الله صار مراكز متواصلة ومبرمجة وبلا مركزية وفرق صغيرة بالقتال اللا متماثل. الفرق طيب كبير بالهيد. طيب سأعود إليك، سأعود إليك إذا تفضلت. سأعود إليك دكتورة تمارا حداد، الجبهة اللبنانية وكأنها غطت نوعا ما على الأخبار في غزة، ليتك تطلعين على آخر أخبار التصعيد هناك، كذلك القتال مستمر وعلى أشده. قبل عدة دقائق كان هناك مجزرة في منطقة الكرم في الضفة الغربية، أصبحت هذه اللحظة 24 قتيل فلسطيني، شهيد فلسطيني، وما زالت حتى هذه اللحظة الأرقام تتزايد. هذا الآن حدثت هذه المجزرة في الضفة الغربية وليس قطاع غزة. قطاع غزة يوم أمس كان هناك 120 شهيد فلسطين، فبالتالي استمرارية ما يحدث الآن في الجبهة الشمالية متمثلة بجنوب لبنان غطى على ما يحدث الآن في أرض قطاع غزة والضفة الغربية. أصبح هناك استفراد الكيان الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى الشباك وأيضا أجهزته، بالاستفراد عما في يحدث من انتهاكات، بمعنى استمرارية الانتهاكات التي تحدث بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء كان من عملية الإبادة الجمعية التي تحدث، ناهيك عن المجزرة التي حدثت قبل عدة دقائق. على ما يبدو أن إسرائيل يتستجمع المعلومات الأولية أولا بأول عن وجود مقاومين مسلحين تحديدا في مخيم طول كرم. الآن حدثت هذه المجزرة وبدأت الآن عملية تعداد الأرقام في ما يتعلق أن هناك سقوط كان عدد كبير، وما زالت الأرقام نظرا أن هناك حالات حرجة الآن تصل إلى المستشفيات. فبالتالي ما يحدث اليوم على أرض الواقع هي عملية استمرارية الانتهاكات، رغم أن هناك عملية استمرار العملية في منطقة جنوب لبنان، ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل توقفت في أرض قطاع غزة، بمعنى أن الجبهات الإسنادية التي حدثت في الشمال سواء كان حزب الله أو الحوثية أو اليمنيين أو غير ذلك لم تعطي نتائج إيجابية للشعب الفلسطيني. الضرر أو الضحية الكبرى هي بالفعل الشعب الفلسطيني. الآن استمرار المجازر في قطاع غزة، يوم أمس كان 120، اليوم كان هناك أيضا شهداء وقصف عدد من المنازل سواء كان في مخيم النصيرات في منطقة قطاع غزة أو منطقة خان يونس أو منطقة البواسط، كل هذه المناطق التي يتم تعزيز فيها القتل حتى يتم تعزيز ما يسمى أن قطاع غزة غير قابلة للحياة، لا توجد فيها مقاومة الحياة، حتى يتم تعزيز في ذهنية الفلسطيني أن هذه الأرض هي فقط أرض. فأن الضفة الغربية هي كذلك، هذا مشروع ليس له علاقة بالأهداف التي يضعها نتنياهو بعملية تقويض ما يسمى المقاومة الفلسطينية. الهدف الأساسي هو المشروع الأكبر، هناك مشروع ديني عقائدي لهذه الحكومة اليمينية وإعادة ضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان من جديد. هذا أيضا ينطبق على منطقة جنوب لبنان، هم إسرائيل من الفرات إلى النيل.
طيب سيادة العميد أعود إليك. إذن 18 سنة مرت على حرب 2006، ما أعلنت إيران أكثر من مرة أنها مولت حزب الله بالعديد من الأسلحة. هذه الأسلحة هل تجدي نفعا هذه المرة؟ وهل تبدو لك أن هذا التصعيد الإسرائيلي هذه المرة سيدفع تكلفة أغلى بكثير من السنوات الماضية؟ الأسلحة كانت عم تمول كل الوقت، إيران على طول التمويل متواصل، وعطت حزب الله مصانع للصناعة بلبنان، فالتمويل كان عم بيتطور والصواريخ كانت عم تتطور. في كتير صواريخ مهمة نوعية، وفي صواريخ من 2006 مثل الكورنيت بعده فعال ومجزرة ضد الآليات. بس بالنسبة للصواريخ على عمر إسرائيل طورت كتير وصار في نوعية كتيرة ليختارها بالمدى والأهداف والرأس المتفجر أكثر حجم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، سألتك عن تمويل، وسألتك هل تكلفة الحرب هذه المرة ستكون أغلى، سيدفع إسرائيل الكثير من الجنود؟ لأن الأرقام متباينة سيادة العميد، لا نعرف الحقيقة أين هي. التكلفة البرية لح تكون أكثر بكثير من 2006، أن التكلفة لأنه حزب الله بالقوات البرية لو رغم التطور النوعي والتكنولوجي الإسرائيلي، حزب الله تمدد كلاسيكيا كثير، حفر خنادق وتحصينات كبيرة وغير بنوع القتال القريب وتطور، وقادر عنده الإيديولوجية بعد القوي والتمسك بالبرد والقدرة القتالية والتدريبات، وبعد تجاربه بقتال وبحرب سوريا وعدة معارك اشترك فيها بعدة أماكن. طيب سيادة العميد، هناك متمرس، يعني خطأ إسرائيل تفوت على حقل حزب الله القتالي. حزب الله متفوق بالبر. هناك نقطة قد تبدو صعبة للفهم، أنت ستساعدنا على ذلك. عندما تقول إن حزب الله قد أعد مراكز محصنة تحت الأرض، ولكن إسرائيل طالت سيد حسن نصر الله وكان تحت الأرض بأمتار كثيرة، كيف يمكن أن يكون هذا التحصين هذه المرة ذي جودة ومقاوم للسلاح الإسرائيلي؟ التشبيه مختلف كليا. طيب. القيادات كانت محروقة، حزب الله محروق أمنيا على درجة عالية، هذه ضربة قوية لحزب الله. بس القوات القدرات والقوات الإيطالية وحدات النخبة الرضوان على صعيد المقاتلين غير محروقين. طيب. الخرق بالحزب الله على صعيد قيادات، خاصة انتشارة بسوريا ومعارك سوريا، صار الاختراق الأمني. بينما وحدات القتال ما فيها اختراق، بعدها متماسكة ولا معروفة من إسرائيل كتير بالمراكز. وفرق بين كتير بالخنادق، بتطويرها، بغمقة، بعمقة، بسهولة الدخول والخروج إليها، بالأسلحة، طريقة إخراجها وطريقة دخولها، سهولة مرونة، عندها تطور كثيرا بالتقنيات القتالية. فالخرق الأمني على مستوى الوحدات الصغيرة مش موجود، أو إذا موجود ضعيف كتير ما بيأثر على الانتشار والقتلة القتالية. لهيك ما نفرق، الركائز القتال عند حزب الله بعد ما زالت قوية، القيادات انخرقت، السيطرة، الأجهزة والاتصالات انخرقت، بس حزب الله مراكزه القتالية برا على الحدود لا مركزية قتال، مش بحاجة إلى يوميات الأمرة. في ينعطى هيدا القتال اللامركزي، بينعطى برمجي بالاهداف بالحدود العمل، وبالتالي مش بحاجه لاتصالات كل اسبوع كل اسبوعين ليتطور الاوامر. دكتوره تمارا حداد، ماذا عن المشهد السياسي الاسرائيلي؟ هل ما زال على قلب رجل واحد، خاصه بعد ان فتح عده جبهات القتال؟ هل لاسرائيل اليوم النفس الطويل لتكمل في هذا النسق؟ باعتقادي أن نتنياهو مستمر، وهناك أيضا وجود المعارضة الإسرائيلية، بالإضافة إلى اتفاق المستوى الأمني والعسكري نحو التصعيد المنهج.
لا يوجد هناك أي تباطؤ أو تماطم من قبل الكيان الإسرائيلي، ليس فقط من أجل مصالح نتنياهو الشخصية أو من أجل الحفاظ على واقعها السياسي حتى عام 2026، هو معني تماما بتحقيق الأهداف التي أشار إليها. ونتنياهو أيضا يطور أهدافه وفق نتائج الميدان، إذا كانت نتائج الميدان لصالح إسرائيل فإنه سوف يطور أهدافه. الهدف الأساسي ليس فقط إبعاد حزب الله إلى بعد نهر الليطاني، الهدف الأساسي هو تغيير النظام السياسي، معنى إبعاد ونزع سلاح حزب الله عن المنطقة المجاورة لإسرائيل، وأيضا أن يتقوقع حزب الله داخل النظام السياسي بمعنى ضمن سياق مشروع الدولة. بالإضافة أن عين نتنياهو ليس فقط منطقة جنوب لبنان، عينه الآن إلى سوريا وعينه إلى دمشق وعينه أيضا إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وأيضا يريد أن يبتر كل الذرع التي تنطوي تحت إطار إيران، بمعنى أن يقودها أن يقلصها. هناك تقاطع أمريكي إسرائيلي في هذا السياق حتى على مستوى إيران. أعتقد أن المشهد القادم سوف تكون هناك حرب مفتوحة، حتى لو لم تنطلق إلى حرب إقليمية أو شاملة، شكرا. لكن مؤشراتنا شكرا جزيلا لك دكتورة تمارا حداد على كل ما تفضلت به، ونشكر جزيل الشكر السيدة عميد الركن السيد بالوكجي على كل المعلومات العسكرية التي قدمها لنا. شكرا جزيلا لكما على كل التوضيحات التي قدمتموها لنا. بعد قليل نلقاكم في القسم الثالث من هذا البرنامج، نرجو أن تبقوا معنا.